السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بنور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، صلاة ننال بها غاية مراقي الإخلاص وأعلى مراتب الاختصاص. فاللهم ببركة الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما موفقا من الشر معصوما. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شيخنا، اللهم جازه عنا افضل الجزاء، اللهم جازه عنا افضل ما جازيت به شيخا عن مريديه. اللهم ارزقه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم أسعده في الدارين وأكرمه في الدارين يا رب العالمين. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، إتمام للدروس التي ألقيها بين يدي حضراتكم حول سير أهل الله تعالى وتراجمهم، سوف أترجم هذا اليوم وأذكر سيرة ولي من أولياء الله تعالى، وهو من كبار التابعين رضي الله تعالى عنه، ألا وهو سيدنا أويس بن عامر القرني. فهو أويس بن عامر بن مالك المرادي، ثم القرني الزاهد المشهور رضي الله تعالى عنه. أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يره، وسكن الكوفة وهو من كبار تابعيها، وهو من أفضل التابعين لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. عاش أويس بن عامر رضي الله تعالى عنه في اليمن، وانتقل إلى الكوفة، وكان مع سيدنا علي كرم الله تعالى وجهه في صفين، وبها لقي الله تعالى شهيدا. روى أويس بن عامر عن سيدنا عمر وسيدنا علي، وتعلم على يد كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهل من علمهم حتى صار من أئمة التابعين زهدا وورعا. ولقد تعلم منه خلق كثير، تعلموا منه بره لأمه وتواضعه لربه، رغم ما ورد في فضله من أحاديث، ورغم ما ذكره به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وروى عنه بشير بن عمرو وعبد الرحمن بن أبي ليلى، ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة، وقال كان ثقة، وذكره البخاري فقال في إسناده نظر، وقال ابن عدي ليس له رواية، لكن كان مالك رحمه الله تعالى، الإمام مالك، كان ينكر وجوده، إلا أن شهرته وأخباره لا تسع أحدا أن يشك فيه وفي وجوده رضي الله تعالى عنه. أما عن مكانته رضي الله تعالى عنه، فسيدنا أويس القرني له مكانة عظيمة يعرفها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد أفرد الإمام مسلم في صحيحه بابا من فضائل أويس القرني، وروى مسلم بسنده عن أسير بن جابر قال كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر، حتى أتى على أويس فقال أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد؟ قال نعم، يعني يسمي له مناطق في اليمن. قال من مراد؟ قال نعم. قال ثم من قرن؟ قال نعم. قال فكان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال لك والدة؟ قال نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سيدنا عمر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر من مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله تعالى لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي. فاستغفر له سيدنا أويس القرني رضي الله تعالى عنه. فسيدنا أويس القرني لم يلتقي مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كان في زمنه وكان يؤمن به،
بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من الخروج إليه والذهاب إليه لأنه كانت عنده أم فكان بارا بها فبقي معها حتى توفيت وعندما توفيت كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى الرفيق الأعلى فقال له سيدنا عمر أين تريد؟ قال الكوفة قال لا ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال أكون في غبراء الناس أحب إلي قال فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس قال تركته رث البيت قليل المتاع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فأتى أويس ذلك الرجل الذي حج والتقى مع سيدنا عمر عندما رجع إلى الكوفة أتى أويس فقال استغفر لي قال له سيدنا أويس أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي فقال له الرجل استغفر لي قال سيدنا أويس أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي قال أنت قال له يعني سيدنا أويس أنا يعني لا كان يتهرب من أن يستغفر له فلما قال له الرجل أنني التقيت بسيدنا عمر وذكر له الحديث قال له نعم فاستغفر له فلما فطن أن الناس قد عرفوا مكانته وأمره انطلق على وجهه فقال أسير هذا الذي روى هذا الحديث هذا الرجل وكسوته بردة فكان كلما رآه إنسان قال من أين لأويس هذه البردة وفي معركة صفين نادى رجل من أهل الشام فقال أفيكم أويس القرني قالوا نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من خير التابعين أويس القرني ولقد كان سيدنا أويس القرني رضي الله تعالى عنه يكثر من عبادة التفكر مع ذكر الله سبحانه وتعالى فكان يختلي بنفسه ويهرب من الخلق ويسير وحده فعاش يعني حياة لا يعرفه فيها الكثير من الناس وكان يغلب عليه رضي الله تعالى عنه كما قلنا التفكر في مخلوقات الله لتنتهي به إلى حب خالقها ولما قدم هرم بن حيان إلى الكوفة سأل عن أويس القرني فقيل له هو يألف موضعا من الفرات يقال له العريض بين الجسر والعاقل ومن صفته كذا فمضى هرم حتى وقف عليه فإذا هو جالس ينظر إلى الماء ويفكر وكانت عبادة أويس الفكرة فعرفه سيدنا أويس قبل أن ينطق باسمه عرف سيدنا هرم بن حيان من خلال الكشف الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه ولقد انعكست عبادة سيدنا أويس القرني على سلوكه مما أثر إيجابا في الآخرين فقد كان التأثير بسلوكه أكثر منه بقوله فهو المتواضع لربه البار بأمه ومع ذلك فكان دائما النصح والتوجيه للآخرين قائما بالحق رغم معاداة الآخرين له ورميه بعظائم الأمور إلا أن ذلك لم يمنعه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومما يروى في هذا الصدد أن رجلا من مراد جاءه وقال له السلام عليكم فقال أويس وعليكم قال كيف أنت يا أويس قال بخير نحمد الله قال كيف الزمان عليكم قال ما تسأل رجلا إذا أمس لم يرى أنه يصبح وإذا أصبح لم يرى أنه يمسي يا أخ مراد إن الموت لم يبقي لمؤمن فرحا يا أخ مراد إن معرفة المؤمن بحقوق الله تعالى لم تبقي له فضة ولا ذهبا يا أخ مراد إن قيام المؤمن بأمر الله لم يبقي له صديقا والله إنا لنأمرهم بالمعروف ولننهاهم عن المنكر فيتخذون أعداء ويجدون على ذلك من الفساق أعوانا حتى والله لقد رموني بالعظائم وإيم الله لا يمنعني ذلك أن أقوم لله بالحق ولما طلب منه سيدنا هرم بن حيان أن يوصيه قال قرأ له
آيات من آخر حم ميم الدخان من قوله تعالى إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين حتى ختمها ثم قال له يا هرم احذر ليلة صبيحتها القيامة ولا تفارق الجماعة فتفارق دينك ما زاده عليه. وكان يخاطب أهل الكوفة قائلا لهم يا أهل الكوفة توسدوا الموت إذا نمتم واجعلوه نصف أعينكم إذا قمتم. فهكذا سيدنا أويس القرني عاش بين الناس وهم يرمونه بالحجارة، كان يتبعه الأطفال البوادي ويضربونه بالحجارة فلا يجدون منه إلا أطيب الثمر، وكان يد الأذى تناله إلا أنه كان دائما ما يعفو ويصفح، وكان يجالسهم ويحدثهم رغم ما يصيبه من أذى ألسنتهم. ويقول أسير بن جابر كان محدث يتحدث بالكوفة فإذا فرغ من حديثه تفرق ويبقى رهط رجل فيهم رجل يتكلم بكلام لا أسمع أحدا يتكلم بكلامه فأحببته فافتقدته، فقلت لأصحابي هل تعرفون رجلا كان يجالسنا كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم نعم أنا أعرفه ذاك أويس القرني. قلت أو تعرف منزله؟ قال نعم. فانطلقت معه حتى جئت حجرته فخرج إلي فقلت يا أخي ما حبسك عنا؟ فقال العري يعني لم يجد ما يلبس. قال وكان أصحابه يسخرون منه يأذونهم ويؤذونه. قال قلت خذ من هذا البرد فالبسه. قال لا تفعل فإنهم يؤذونني. قال فلم أزل به حتى لبسه فخرج عليهم فقالوا من ترى خدع عن برده جاء هذا فجاء فوضعه، يعني قالوا يعني كأنه خدعه سيدنا أويس عندما أعطاه برده. وقال قد ترى فأتيتها المجلس فقلت ما تريدون من هذا الرجل، يعني سيدنا أسير جاء إلى المجلس وبدأ يخاصمهم ما تريدون من هذا الرجل قد آذيتموه، الرجل يتعرى مرة ويكتسي مرة وأخذتهم بلساني. أما عن وفاته رضي الله تعالى عنه فيذكر المؤرخون أن سيدنا أويس القرني رضي الله تعالى عنه خرج مع سيدنا علي كرم الله وجهه في موقعة صفين وتمنى الشهادة ودعا الله قائلا اللهم ارزقني شهادة توجب لي الحياة والرزق، وقاتل بين يدي سيدنا علي حتى استشهد فنظروا فإذا عليه نيف وأربعون جراحة، وكان ذلك سنة 37 هجرية في واقعة صفين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ببركة الصالحين في كل زمان وأن يجعلنا على آثارهم وخطاهم ببركة سيدنا الشيخ. اللهم بارك لنا في شيخنا، اللهم بارك لنا في شيخنا وجزه أفضل الجزاء، وبارك في جميع فقرائه ومريديه، وبارك في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.